بعد الرحلة ديال مدينة بيوملا المصايمين صراحة كنبغي نشكرهم بزاف، وكنبغي نشكر اللعابة اللي قاموا بواحد المجهودات كبيرة رغم الصيام. والمباراة كما كتشاهد كانت مباراة صعيبة بزاف بحكم اللعابة صايمين، والخصم اللي لعبنا معاه كيلعب بواحد الطريقة كرة جيدة يعني، وكان موتيفي من عند فرق آخرين. صراحة اليوم اللعابة قدموا حتى اللعابة ديالنا قدموا في المقام اللي كبير في الدوزيام سيري. والأمور لحد الآن مازال ما تحسماتش بالنسبة للفرق الثلاثة اللي كيلعبوا على الطلوع. حنا كنمشيو مباراة مباراة، خصنا أهم حاجة هي عندنا خصنا نفوزوا بكل مباراة، المباراة اللي جايين كاملين خصنا نربحوها إن شاء الله، ونتسناو الفرق الآخرين يتعثروا اللي قدامنا. الماتشات اللي باقيين صعاب قنيطرة، شنو توعدوا الجماهير؟ كما كتشوف دابا المباريات كاملين كتخدم نادي قنيطرة كيخدم واحد الصعوبة كبيرة بحكم الفرق اللي كتنافسهم كيكونوا جايين موتيفين مع هاد الفرق الآخرين. حنا ما غاديش نزلوا يدينا، غنبقاو لاعبين على الطلوع إن شاء الله حتى لآخر دور. شكون الجمهور؟ الجمهور كنبغي نشكرو بزاف، الجمهور اللي عزيز علينا حنا كلعابة، اللي عزيز علينا الجمهور ديال حلالة بويز، الجمهور اللي كيساندنا ديما في السراء وفي الضراء، الجمهور اللي خداد المباراة يعني بواحد المباراة السر جساندنا عطى كل ما في جهده رغم الصيام كتشوفهم كيعاونوا كيشجعوا اللعابة. كنبغي نشكرهم بزاف وكنطلب منهم يجيو مزيد من المساندة إن شاء الله. كون صراحة المباراة غتكون صعيبة نظرا للترتيب اللي تيحتملو النادي القنيطري بمناسبة نعلنو على الانتصار ديالو، ولكن يمكن البطل ديال اليوم هو الحكم ديال الشوط، لأن شحال هذاك اللي تيقولو الناس قال ما تسجل ما يحيدهاش ليك لافير، ولات هاد القاعدة كاينة موجودة سيرتو دابا في الهوات، سجلنا هدف أشاك فوا تيكون ديكالي على لالين ديفونس ديالنا ولا ديالهم ديما بواحد 4 متر 5 متر كلشي يكون اليني مع اللعابة باش يعرف لورجو الأشياء اللي خصو يعرفو ماشي أنا. سجلنا هدف ولكن الأداء اللي بكل صراحة في المستوى ديال اللاعبين ديالنا خلقنا عدة فرص للأسف ما سجلناهمش. إلا شفتو تقريبا في واحد 15 مينوت الأخرى ولينا لاعبين تقريبا بعد 3-4-3 وصلنا بزاف ديال المرات عبر الاطراف، ولكن ما كانش معنا الحظ اليوم، ولكن على العموم مقابله مقبوله وهنيئا للنادي القنيطري. ممكن تعطيونا السر ديال هذا الانتصار؟ السر ديال هذا الانتصار هي عجمه الرجال، طبقنا التعليمات ديال المدرب، وطبيعه الحال الطعم هذا ديال الفوز ما كيجيش بالسهل. تنبغي نشكر جماهير القنيطري اللي كتشوف اللي حزات بكتافها مدينه بن ملال، وتنبغي نشكر شي الدراري اللي قاموا بمقابله كبيره، وان شاء الله مازال ما نبقاش فينا، مازال باقي الدورات على 4 ديال الماتش، نقدروا حتى نكونوا بهم بالمرسى، ونتمنى من الله نكونوا على حسن طول جماهير القنيطري واللي ما دار الصعود ان شاء الله في هذا العام. كلمة أخيرة للجماهير. كنقول جماهير القنيطري شكرا بزاف على هذا الحضور ديالهم ملعب بلدي بني ملال، وكتعرف التعب ديال السفر ديالهم وداك الشيء اللي كيضربوا واحد التمارة كبيرة باش كيجيو هنايا، وكنقول لهم يزيدوا الصبر معنا ويزيدوا الصبر. وبالضبط كنشكر مدرب الحراس ديالي عزيز سيبوس حتى هو اللي كيعطينا واحد المانع كبير، وكنشكر الأب ديالي محمد الطايي حتى هو، والحمد لله. وكنشكر جماهير القنيطري عامة اللي دايرة فينا الثقة ديالي.